تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. محافظ حضرموت يرأس اجتماعا للوقوف على حادث الشحر الإرهابي ويعلن توزيع الانتشار الأمني ليشمل الوادي. الوكيل الكثيري يناقش مع السلطة المحلية بمديرية تريم أوضاع المديرية ويطلق حملة مشروع دعم ومساندة مناطق مسيرة الأحرار في مديرية السوق. نائبا رئيس جامعة حضرموت يتفقدان سير الامتحانات الفصلية. طيب الله بالخير أوقاتكم مشاهدين الكرام، وإلى حضراتكم نشرة الأخبار من قناة حضرموت الفضائية، أهلا بكم. رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني بالمكلا لقاء موسعا للقيادات العسكرية والأمنية والاستخباراتية وقادة الألوية والشعب والوحدات ومدراء عموم مديريات المكلا والشحر وغي البوازير للوقوف أمام الحادثة الإرهابي التي شهدتها مدينة الشحر وراح ضحيتها مواطنون أبرياء ومعالجة موقع الخلل والتقصير، محذرا من خطورة الاسترخاء في هذه المرحلة الصعبة والحساسة، مؤكدا على رفع درجة اليقظة باستمرار. وخلال اللقاء أعلن البحسني أن العام الجديد 2019 سيشهد انتشارا جديدا واهتماما بالأمن في مناطق جديدة ومن ضمنها وادي حضرموت. وخلال اللقاء وجه البحسني برفع تقرير متكامل عن الحادث الإرهابي بالشحر وتشكيل فريق عسكري وأمني متخصص للتفتيش الدوري والمفاجئ على النقاط والمعسكرات والدوريات الأمنية والعسكرية لمحاسبة من يثبت تقصيره، وأن أي خلل من أي قائد أو مسؤول ستكون نتيجته المساءلة والإقصاء. ناقش محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني اليوم مع مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين بارزيق والقيادات العسكرية بالمديرية الوضع الأمني بالمديرية، مشددا على رفع اليقظة واستشعار احتياجات المواطنين وحل قضاياهم والتنسيق مع الجهات الإدارية والعسكرية والأمنية. ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم مع السلطة المحلية بمديرية تريم القضايا التي تهم المديرية واحتياجاتها الضرورية من المشاريع التنموية. وفي الاجتماع تم استعراض الإشكاليات التي تواجه مستشفى تريم والسبل الكفيلة لإيجاد الحلول المناسبة لها. وخلال اللقاء أكد الوكيل الكثيري على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات المختلفة، مشددا على ضرورة مراعاة الأولوية والشمولية في تحديد المشاريع المرفوعة. ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم سبل إعداد خطة عمل متكاملة لتنفيذ مشروع لتطوير أوضاع ومستوى الخدمات الأساسية لسكان مناطق مسيلة الأحرار بمديرية السوم. وأجرى في الاجتماع الذي ضم مدير عام مديرية السوم سليم باشامخة ومدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء عبد الله باجهام، مستمعا إلى شرح واف عن أوضاع ومستوى الخدمات في المنطقة، داعيا إلى تضافر الجهود المشتركة لإعداد خطة عمل متكاملة تستوعب متطلبات مناطق مسيلة الأحرار. من جهتي أوضح مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية عبد الله باجهام استعداد عدد من منظمات المجتمع المدني للقيام بالتدخلات اللازمة وتسويق المشاريع ذات الأولوية على ضوء نتائج المسح الميداني الذي سيتم
في إطار المنطقة. تفقد الأستاذ الدكتور سالم مبارك العوبثاني نائب رئيس جامعة حضرموت لشؤون الطلاب سير الامتحانات الفصلية للفصل الدراسي الأول العام الجامعي الجاري بمجمع الكليات بمنطقة الغليلة، موجها الطلاب على بذل المزيد من الجهود لتحقيق نتائج مشرفة في التحصيل العلمي. وعلى الصعيد ذاته تفقد الأستاذ الدكتور عبد الله صالح بابعير نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بمجمع الكليات بمنطقة فلك، واستمع الدكتور بابعير إلى أبرز الصعوبات التي يواجهها الطلبة مشددا على مضاعفة الجهود متمنيا للجميع التوفيق والنجاح. في الختام هذا تذكير لأبرز العناوين. محافظ حضرموت يرأس اجتماعا للوقوف على حادث الشحر الإرهابي ويعلن توزيع الانتشار الأمني ليشمل الوادي. الوكيل الكثيري يناقش مع السلطة المحلية بمديرية تريم أوضاع المديرية ويطلق حملة مشروع دعم ومساندة مناطق مسيرة الأحرار في مديرية الثور. نائبا رئيس جامعة حضرموت يتفقدان سير الامتحانات الفصلية. شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.